على فكرة يا أستاذ، معلش أنا آسف، يعني في تقالة مني، بس أنا مضطر غصب عني إن أوري حضرتك صورة ليك. صورتي حضرتك اللي أنا قلت لك إن أنا ذاكرتي ما تخنيش، مش أنا قلت لحضرتك كده؟ أيوة. وقلت له أنت طلعت معايا في كاميرا خفية، قلت ده ولا لأ؟ بس هو ما صورش مع حضرتك يعني. لا ده كان هو وكمان دي أهي حضرتك. إيه ده؟ حضرتك بس مين اللي معايا دي؟ مين دي؟ مين دي؟ كلمني مين دي؟ بس ثواني اصبريني، انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. اصبرك ايه؟ مين دي؟ الصوره دي من جبتها منين حضرتك؟ حضرتك ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. الصوره دي حضرتك انت متصورها وقلت لي انا قدامي اسبوع واحتفل بعيد ميلاد زواجي حضرتك، ده ما حصلش. انا صورتها امتى دي وفين؟ كلمني انا، كلمني يا حبيبتي. اصبري قلت لك اصبر. ايه كلمني؟ لا ايه يا استاذ ابراهيم، انا الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه خالص. انا لو سمحت اخت حضرتك انفعلت فجاه كده. دي مش اختي، دي مراتي حضرتك. انت كده بتخلق مشكله. صورها امتى دي؟ انا اخته زي ما بتخلق مشكله كده حضرتك. انا مش عارف، الصوره دي ما اعرفش عنها حاجه، بتاع منين اساسا؟ لو سمحت وريني الصوره دي. معلش حضرتك، انا بتكلم معاه. ثواني ثواني. ايه وفي ايه؟ انا عاوز اعرف الصوره دي استاذ ابراهيم. ثواني حضرتك، ثواني اصبري، هستاذنك بس ثواني. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كل شيء يتحل حضرتك. لا مفيش حاجه بتتحل يا استاذ ابراهيم. ازاي يعني؟ مباح قوي يكون شبهه، واحد شبهه. شبهه ايه يا استاذ ابراهيم؟ ده جوزي وانا مش عارفه. استنى مشكله كده دلوقتي، انت جبت الصوره دي استنى هنا. ومين ده يا استاذ ابراهيم؟ يا بنت اصبري قلت لك مش هقدر. ما تعصبنيش كده يا استاذ ابراهيم. اصبري فضلك، انا ما اعرفش الصوره دي بتاعت مين. ما تعرفش اشكال حضرتك. انت عملت اشكال دلوقتي. انا بس ده ما شفتك يا جدع. تعالى بس، تعالى تعالى. اجي فين؟ اجي فين؟ تعالى بس. انت جبت الصوره دي منين؟ اهدى بس، اهدى. ما تهداش يا استاذ ابراهيم، من فضلك وريني الصوره دي. ما انا مش فاهم اتكلم معاك ازاي. انت انسان مش كويس. خساره العشره دي. انت ما تغلطيش كده، ما تخليش كده يفرج الناس علينا في الشارع. يا استاذ ابراهيم سيبني، بقولك سيبني خلاص. يا عم انت جبت الصوره دي منين؟ انا ليا. لو سمحت يا استاذ ابراهيم انت عملت لي مشكله كده. ده انا جاي. لو سمحت يا استاذ ابراهيم اديني الصوره. حضرتك الصوره، عن الصوره دي حاجه غير. يا امي هبت بنينا. انت بتعتلي منين؟ انت من فضلك هات الصوره. انت بتعتلي منين؟ هسيبكم وامشي. انا خلاص عملت لي مشكله. انت تاخد بيت دلوقتي. انت كده تاخد بيت خلاص يا بنت. اصبري انا مش عاوزاك خلاص. بص حضرتك، طب بص لصورتك دي، طب بص لدي، بص لدي حضرتك. ايه رايكم؟ ايه ده؟ اهي مش انا اهو، وانت وشجره ورانا والاستاذ اهو، وانت اهو اهي. اتفضلي. ايوه انا دي. اتفضلي اهي. ازاي؟ وخليها للذكرى حضرتك. انا استاذ ثاني يا استاذ ابراهيم. عندنا حضرتك كباب، عندنا فراخ كباب، عندنا خلاص. ناخد انا كباب. خلاص يبقى واحد كباب نص ولا كيلو؟ نص. نص؟ اه. وحمامتين محشيين. حاضر. واعمل لك حبه سلطات. شو السلطات بقى على كيفك انت؟ انا حاضر. تحت عمرك. والطحينه ما تنساهاش. مين يا فندم؟ الطحينه. لا يا فندم، احنا عندنا احلى طحينه. الله يخليك. حاضر. انا هستاذن حضرتك بس. الحساب 135 جنيه. الحساب اما ناكل بقى. ما حضرتك علشان تغيير شيفت. حضرتك خلاص تغيير شيفت. خلاص خلاص الحساب. 135 حضرتك يبقى جدير الشغل. عشان عايزين نمشي. الساعة الآن السادسة. البيت عايزاه يعني. كويس. ما هو كويس، هو ده البيت. احنا قلنا حاجة. طيب يعني انت موافقة؟ أنا موافقة. في محقفل ولا إيه؟ مش عارف أنا في إيه بالظبط. خد يا عمنا. أعجبك الطعام؟ نعم. أشكرك على أخلاقك. وأنت أيضا يا ريس. نوم لذيذ بالفعل. لذيذ فعلا؟ نعم. وانت يا عمنا شكرا على حسن اسلوبك. شكرا لك. انت يا ريس ما تيجي ترد علينا؟ تعالى هنا. اقعد انت بس يا موهبه، تعالى اقعد. ايه بس في اليوم اليوم المنيل ده؟ نرجو الهدوء. لماذا كل هذا الصراخ؟ انت يا عمنا سيدتي، هذا مكان المحترم. ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ ايه بتاع ايه بس؟ احنا شايفين اشكال غريبه بالشكل ده. هو في ايه؟ انت يا استاذ ما تيجي تكلمني. يا عم هنا كلمني يا عم. فين الاكل اللي احنا طلبناه؟ انه هاتف. هاتف؟ ايه ده؟ تفضل. انت يا استاذ تعالى اتكلم، تعالى تشوف الاكل اللي انت جايبه. تعالى ايه ده؟ انا لا افهم، ماذا تريد؟ ماذا اريد؟ ماذا اريد؟ ايه يا اخويا ده؟ ده طالبين نص، جايب ربع. ما يجيش ربع كمان. وحمامه واحده، طالبين اتنين. وفين السلطات والبتاع؟ العيش. ارجو من سيادتكم ان تتكلموا اللغه العربيه. هو بعد ما شافوا ادوك كتاب يا استاذ. ارجو من سيادتكم الالتزام بنظام. انت جننتني وضايقتني بصراحه. انت خنقتنا. انه نظام حديث في جميع بلاد العالم.
يا استاذ انت واخد فلوس حق الاكل ده تجيبه لنا اللي احنا طالبينه. اني اعترف انني قد اخذت منك المال. طيب فين طلبات المال اللي انت اخذته اللي انت تكلم معي باللغه العربيه؟ احنا ولا نعرف لغه عربيه ولا لا نعرف لغه عربيه ولا انت مش خدت فلوس تجيب لنا اكل من الفلوس خدتها. هذا هو نظام المحل. هنلاقي بتاع ايه ده؟ روح انت لنا المدير بقى ولا لنا اي حد تكلم معاه. انا سيادتك الجنرال مانجر. يا من ده صعب المحل نتكلم معاه. انا الجنرال مانجر. الجنرال مانجر. اقعدي بس يا مهيبه بس لما تشوف اخرتها. اقعدي يا مهيبه بس. في ايه؟ اقعدي لما تشوف اخرتها. اني اتكلم معكم اللغه العربيه. حول الله يا رب. عربيه ولا انجليزيه يا عم؟ احنا جمعنا فلوس تجيب لنا بيها اكل. نعم اني احترم رايك اذا تكلمت معي باللغه العربيه. فين الاكل اللي احنا طلبناه؟ فين؟ لو سمعتيني المعلم طالب حمامتين وانا طالبه نص كيلو كباب، هو فين؟ تكلمي معي باللغه العربيه سوف اتي لك بكل طلباتك. ما بنعرفش نتكلم لغه عربيه. احنا بنتكلم لغه عاميه يا ساده. هنا نتكلم باي لغه؟ تكلموا قولوا له. فاهمين يا اختي اللغه العربيه ولا الانجليزيه؟ ولا انجليزيه؟ اسكت انت يا ابو بنطلون محزن. ولا في ايه بالظبط؟ كفي يا ابو شعر اشفر الجداني. كفي عن هذا الصوت. ايه كفي وايه مش كفي دوت. ارجو الهدوء. طب ممكن ما تدينا فلوسنا ونمشي؟ احنا عايزين فلوسنا يا عم. اقعد انت يا ابو هيبه. اقعد بس يا ابو هيبه. اقعد انت يا ابو هيبه. اقعد يا ابو هيبه بقى. واخد 140 جنيه ادينا فلوسنا. انا لا استطيع. عايزين فلوسنا ونمشي. انا لا استطيع لانه كان تغيير شيفت. احنا نعرف شيفت ولا نعرف بتاع. ادينا فلوسنا ومش عاوزين. خد يا عم اكلك اهوت ومش عايزيننا، عايزين فلوسنا. يلا بقى ماشيين. دخلنا المحل المنيل ببساطه. يلا يا عم. ادينا فلوسنا يا عم. ببساطه قل لي اريد تكمله اللحم وحمامه سوف اتي. صدق انت راجل تخنق. قل لي اعطني بقيه اللحم وحمامه. كله بقى وخلاص. فلوسنا خلينا نمشي. قل لي اعطني بقيه اللحم وحمامه. اعطيني بقيه اللحم وحمامه. اسمك ايه؟ هاني. هاي هاني. ممكن اديك هديه لو تكرمت تقبلها مني؟ يعني ورده عشان انت اخلاقك محترم. ممكن تطلعني على الحجر ده؟ شايفه؟ ايوه. عايزك بس تقراهولي عشان فؤاد ابني في المصنع دلوقتي، ف تقراهولي عقبال ما يجي. بس ماشي. حاضر. يجي بالسلامه. وحشتيني قوي قوي. ايه ده؟ وحشتيني قوي قوي. الله يخليك الله يخليك. مشي. الدنيا ملهاش طعم من غيرك. الدنيا ايه؟ ملهاش طعم من غيرك. ايه تاني حضرتك؟ الدنيا ملهاش طعم من غيرك. ايوه ايوه. بحبك قوي قوي. مش سامعة دي. بحبك قوي. وانا بعوم في حتة دخل في ودني الشمال تحلب فسمعي سمعي قل شوية. ألف سلامة. اخر حاجة ايه؟ بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. حبني قوي. يا خبر يا نهار. ابني ابني فؤاد وصاحبه. مش انت اللي قلت لي وانا معدي اقرا الجواب وخد الورده دي عشان انت انسان مهذب؟ انت يا هاني منين هي بلد يا هاني؟ انا اصلا من الصعيد وجاي هنا عند جماعه قرايبي. هو قال لي كده. انا مش صعيد وعايز اعيش معاكي على سنه الله ورسوله. على سنه الله والله ورسوله. ايه يا ستي؟ انا نازله لكم. مش انا وانا معدي انت بتنادي لي حضرتك؟ وانت معدي بتنادي لي بتقولي لي اقرا الجواب عشان ابني في اسطوره. انا قلت لك ايه؟ اقرا الزفت الجواب وخد الورده. احنا واقفين بنتكلم وبنت فين؟ طب ما تقول لهم الصراحه. حرام عليك. طب انت تعرفيني ولا عايز اعرفك انا؟ هاني 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 انا مش عايزاك تقول لي قيمتي قدام ابني. يعني ده جزائي عشان عملت معاكي معروف؟ ايه هو بقى ايه ده اللي ايه؟ معروف يعني قريت لك يعني عملت فيك خير. جبت خروف ايه وخروف ايه؟ عملت فيكي خير. جون لي فاجي تي في التباص. يا ست جون ايه وبتاع؟ انا عايز امشي. انت عارف هو راح فين دلوقتي؟ راح فين؟ سيبه ماليش دعوه. راح يجيب المأذون. مأذون لمين؟ انت مجنونه؟ احنا الاثنين. اوعي يا ست مجنونه. بتتكلمي ازاي؟ مش هنتجوز. يا لهوي يا ست. اوعي ابني. اوعي يا ست. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. ابني وجوزي بيتخانقوا مع بعض. يا لهوي.